باعتباري رئيسا للنيابة العامة وكل الإصلاحات التشريعية وكل المجهود الذي تم على صعيد التحديث والرقمنة والبنايات والورش التشريعي الكبير، لابد أن أؤكد أننا مدينون به أولا للرعاية اليومية لجلالة الملك وللتتبع اليومي لجلالة الملك لهذا الورش التاريخي الكبير، وأيضا لآلاف الموظفات والموظفين في كتابة الضبط وللمهندسين ولمختلف الموظفين وللقضاة نساء ورجالا وللمهن القضائية كلها. حقيقة هذه الدينامية الجماعية هي التي مكنت من خلق أجواء ثقة ومن خلق بيئة مناسبة وداعمة للإصلاح ولنجاح الإصلاحات. التاريخ دائما يذكر الوزراء والقادة والزعماء، ولكن لابد أن نستحضر في هذه اللحظة أن آلاف الجنود المجهولين في مختلف محاكم المملكة وفي مختلف الجهات والأقاليم وهنا في مقر الوزارة هم الذين يستحقون التنويه والإشادة، إنهم الذين يحملون بشكل يومي أهم هذا الإصلاح ويجتهدون بشكل يومي لجعل الإصلاح واقعا يوميا يلمسه المواطنون في حياتهم وهم يترددون على كل مرافق العدالة وعلى المحاكم. إصلاح صنعه وسيستمر في صناعته هذا الجنود المجهولون، الذي أغتنم هذه المناسبة لأعبر لهم عن امتناني عن حبي وعن تقديري الكبير لما يقومون به. ما تنساش تابونا في لاشين وتأكد بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاسبريس.